السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد إخواني الكرام نتابع في الرد على تسجيل الشيخ الحمايدة الذي هو بعنوان الرازي يطعن في إيش وكان الرازي يطعن في أبي هريرة ويتهمه بالكذب على رسول الله. طيب إحنا الآن في المجلس الثالث وهذه يعني هذه الرد يعني كدردشة. أنا فيها توثيق لكن بسيط، لكن سيأتي الرد الموثق والمفصل. وصلنا عند قوله أن عمر منعه وعلاه بالدرة، فيقول هنا الشيخ الحمايدي تعقيبا على ذلك، طبعا يعقب بصفحة كاملة، طبعا أنا لخصت منها طلعت صفحة كاملة وإلا كلامه كثير لأنه عمل علي عفلي، ونحن علقنا عليها المرة الماضية، لكن أنا فقط أعدت يعني هذا كانت آخر شيء ذكرناه في المجلس الأول، لكن أنا عدتها هنا لأبدأ منها ولأمر آخر سأؤكد عليه الآن سأنبه عليه الآن. قال هنا الشيخ الحمايدة والرازي استدل بهذا ليثبت أن أبا هريرة يكذب. والله ما حصل هذا، أنت سمعت الرازي يقول يكذب أو رأيته يقول يكذب أن أبا هريرة يكذب؟ ما حصل. اتق الله يا شيخ الحمايدة، شايف لو الشيخ لو هذا الشيخ دمشقية أو شهادة دم الشموسي أو غيره ما بقوله ما بنصح هذول، لأنه هذول يستحلون الكذب. لكن أنت وعلى شيء الشيبة هذه، وكلنا يعني سنموت وكلنا سنتحاسب. هو الرازي قال أن أبا هريرة عمر ضرب أبا هريرة لأنه يكذب، هكذا قال الرازي. طيب هلا بجيب لك النص، يعني أنا ما لن أوثق، لكن هذه بالذات سأوثقها الآن. يقول هنا أنه استدل به ليثبت أن أبا هريرة يكذب ولذا ضربه عمر، لا أنه أراد الاحتياط والتثبت. ثم يذكر أن الرازي لا يعلم، الشيخ الحمايدة أنه يقول الرازي لا يعلم شيء من علم الحديث لأنه أصلا لا يؤمن بالحديث، غير صحيح. الرازي في المحصول أصلا لا له باب كبير في إثبات حجية السنة، بل إثبات حجية الحديث الآحاد، وأصلا هو في المفارقة سرد كل هذه الذي أنت تسرده والذي سرده المطالب العالية، ثم أجاب عنه بكلمته أن هذه الأحاديث هي نفسها مروية، يعني سردها كحجج لمن يبطلون حديث الآحاد. ثم قال هذه الأحاديث نفسها التي تحتجون بها هي أحاديث آحاد، فإن صح الاحتجاج، فإن صحت هذه الأحاديث إذن بطل قولكم بأن حديث الآحاد لا يحتج به، لأنكم أنتم تحتجون بحديث الآحاد. وإن بطل الاحتجاج بحديث الآحاد كأصل إذن لا تصح هذه القصص. وهكذا قال، وأنا يعني أنا سجلت تسجيل أو أكثر في ذلك. بتقولي لكن طيب، لكن هنا معنى تتناقض في المطالب العالية، هنا يقول عكس الشيء أو يثبت هذه التهم. لا ما لم تناقض، هنا غرضه غير غرضي هنا، لأنه هناك في المحصول يريد أن يرد على من ينفي حجية خبر واحد من الأصل، لا حتى في العمليات ليس بحجة. في المطالب العالية هذا الذي قرأت أنت كلامه، يريد أن يرد على من يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم القطعي. لذلك هو قال في أول الباب أنه لا يكتفى بخبر الواحد في القطعيات، هكذا في المطالب العالية. فهو يتكلم هناك في باب وهو يتكلم في باب. لذلك نحن في المجلس القادم سنخصص مجلسا حول كيف تقرأ كتب الرازي أو كيف تقرأ كتب أهل العلم بشكل عام، عفوا، لأنه هي الكتب ليست فقط تحتاج إلى أن تعرف كيف تقرأ الجمل والتراكيب، لا، منهج وراء ذلك سنتكلم فيه على ثلاثة مراحل. هذا المنهج يعني من ثلاثة يعني مراحل أو أساليب سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. لاحظ هنا ويقول لك بعدين الشيخ الحمادي الرازي يقول إن عمر كذب أبا هريرة وكأن الأمة غفلت عن هذا، لكن يتصيد الطعن في عدالة الصحابة. ولا كان غيرك أشطر يا مولانا الشيخ الحمايدة، وكأن الأمة غفلت عن أن الرازي يطعن في
في أبي هريرة. في المناسبة الذين ترجموا للرازي ذكروا عنه كل صغيرة وكبيرة، وذكروا هذا القضية المشهورة عنه، أنه يورد الشبه نقدا والرد عليها نسيئة. ما ذكروا أنه يطعن في أبي هريرة، ولا هذا من أنت 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 هذا من كيسك أنت. ما كذب أبا هريرة. بالمناسبة، وهذه مفاجأة لك، الرازي نفسه يذود ويذب عن أبي هريرة في 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 كتاب المطالب العالية نفسه، لأنه هو لما احتج في قضية القدر أتى بخبر أبي هريرة في في فحج آدم ورب فحج آدم موسى، لاحظ أتلومني على شيء قدره الله قبل 40 سنة، لاحظ، أو الحديث يأتي بطعونات للمعتزلة عليه ثم يرد هذه الطعونات كلها الرازي، مع أنه يقول هذا يرويه أبو هريرة. فإذا كان عنده، لو كان عنده أبو، لو كان الرازي يعتبر أبا هريرة من الكذابين، كيف يدافع عنه؟ أنت تقول هو يكذبه. لذلك أنا في آخر المجلس الماضي قلت الرازي، أنا قلت هكذا، أبو هريرة نفسه دافع عنه، أنا كنت أقصد الرازي نفسه دافع عن أبي هريرة في نفس المطالب العالية. لاحظتم؟ فمنين عم تجيب هاي؟ بعدين بيقول لك أنا لا أستطيع التعليق على هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث كلها التي ساقها في المطالب العالية، التي ساقها الرازي في المطالب العالية، يقول لك الحمايدي أنه لا أستطيع التعليق على هذه الأحاديث، فهذا يحتاج شوفها إلى دروس والرجوع إلى كتب المذاهب وشراح الحديث وماذا قالوا فيها وحكم علماء الحديث على هذا الحديث، أو لأن فيه المتردية والنطيحة، وهذا ليس بعيدا عن الرازي، لأن تفسيره فيه من الأحاديث التي لا توجد في كتب اليهود كما في أحاديث المعراج وغيره. إيه كتب اليهود تحتجون بها أنتم؟ كتب اليهود ما أجل ابن تيمية قال حديث خلق الله آدم على صوت الرحمن، هذا يشهد له ما في التوراة وينقل عن التوراة أنه سنخلق بشرا يشبه على صورتنا يشبهنا. وأيضا يقول لك العلو هذا موجود في الإنجيل، عيسى عليه السلام قال إن أباكم الذي في السماء كذا وكذا. لاحظ؟ خلصت. وهذه أنا اليوم فيها مجالس، شوف بدي يرجع لكتب المذاهب وشراح الحديث، يعني أنت سترجع في النتيجة للأشاعرة لتأخذ منهم الجواب عن هذه الأحاديث التي أوردها الرازي، يعني مرجوعات للأشاعرة. وكيف عم تقول إذا عم تقول طعنوا في الصحابة وكذا إلى آخره؟ وهيك قال بأول هذا هو. لاحظ هون بيقول لك الأشاعرة لا يؤمنون بالسنة بل يرونها ساقطة، يرونها ساقطة لا حجة فيها، ولذلك طعنوا الصحابة وصرحوا بذلك. وهون يرجع لشرح الحديث، يا سيدي أنا رجعت عنك وفليت هذه كل هذه التي ساقها الرازي، أتيت بنصوص شراح الحديث وأقوال العلماء وأهل المذاهب بمن فيهم الرازي، وهذه سنفصل على كل حلقة من هذا. قضيت أنه من استيقظ لا يغمس يده بالماء حتى يغسلها ثلاثة، هذه عملت عليها أنا، جبت عليها نصوص هذه وثقتها. وقضيت هذا التي ستأتي بها، حدثني خليل قال وخليلي ومن قال ومن متى كان خليل، كل هذه أتيت بها وبينت أصلا أنه، وأنا أشرت هذا في المرة الماضية، أن أهل المذاهب أو الشراح أو كذا أو حتى الأصوليين يعني أوردوا شيء من هذا الذي ذكره، أوردوا وردوا عليه بكل طفة، ما قالوا هذا من يقول بهذا يطعن بأبي هريرة يطعن بالصحابة، ردوا، لأنه هذه شبه أصلا كما سنرى هذه حكاها النظام قبل الرازي ونقلها ابن قتيبة عن الرازي، فلا اللي بس ابن قتيبة رد، ايه طيب وهو الرازي ايضا رد هذه في كتاب المحصول. لكن قلنا هون شغله في المطالب العالية، في المطالب العالية غير المحصول. ثم يقول، شوف ثم يقولها الشيخ الحميدة، ما يقول لك، يذكر كلام الرازي، شوف انه ما روي ان عمر منع ابا هريرة عن الرواية وعلاه بالدرة، فنقول عند كلام الرازي أبو هريرة إن كان صادقا في تلك الرواية صار عمر مطعونا فيه بسبب ذلك المنع، وإن كان متهما
فقد صار أبو هريرة مطعوما مطعونا فيه. فهون بيعلق 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 الشيخ الحمايدة وبيعمل حفلة ومولد، هذه تلك قسمة ضيزة، لا ما كيف الرازي جعل إما 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 أبو هريرة صادق وعمر مطعون فيه لأنه يمنعه من التحديث بحديث رسول الله، وإما أبو هريرة كاذب ولذلك منعه عمر من التحديث. ويجي بيعمل لك عليها قصة ومولد هذه، وبيجي بعدين بيقول لك شوف ماذا يقول في أبي هريرة الذي قال له اللهم حبب، الذي قال له الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا إلى اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. ثم يقول الحمايدة هذا يدل على أن من يحب أبا هريرة فهو مؤمن ومن لا يحبه فهو فاسق وليس بمؤمن. إيه نحن أتينا لك بصنيع ابن تيمية، والآن أنا سأريك لكن أرى فقط الوقت لن يتسع المجال 10 دقائق، لأنه سأريك المجلس القادم أن ابن تيمية كيف تكلم في سيدنا علي في كتاب منهاج السنة أشد من هذا بكثير، جعله علي إما هو يعني إما أبو بكر وعمر إذا قال الناصب، لأنه هون إيش قال الكلام، لحظة لاحظ ماذا يقول في منهاج السنة، فإن جاز للرافض أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرياسة، يعني كأنه يقصد هنا عثمان أو حتى أبو بكر وعمر أو معاوية رضي الله صلى الله عليه وسلم، قال إن جاز للناصب أن يقول ذلك، قال أمكن إن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالب المال والرياسة، أمكن للناصب أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرياسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا ولم يقاتل كافرا، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. فاجا هذولي الذي عملوا هذولي شو اسمه مقال طعن ابن تيميه في الامام علي فريه بتراء، ايش اجابوا عنه؟ يدافعون عن ابن تيميه بذلك، بيقول لك هو كان في معرض المناظره، كان في معرض الرد، كان في معرض الرد على ادعاء ابن المطهر الحلي وعلى غلو الروافض و الى اخره، يعني انه هذا جعله مقام المناظره أنه يجيز له أن يقول بهذا الكلام، وشكك كما قلنا لك حتى في إسلام علي، لأنه لما قال الرافضي وهذا الذي برر به أيضا بيقول لك هذا، لما قال ابن الحلي أنه علي أول من أسلم فرد عليه ابن تيمية وقال لا ما علي أول من أسلم، فيها خلاف، وأصلا في خلاف في إسلام الصبي. شوف ابن تيمية لما يستشهد على أن معرفة الله فطرية، بل أن علو الله الحسي هذا فطري، الحسي العدمي طبعا هذا سوادي حسي عدمي، بيروح بيجيب لك حديث كل مولود يولد على الفطرة وبيفسره بالإسلام وبيفسره بقضية العلو كذا إلى آخره. إذا الصبي إذا بالفطرة إذا مسلم، هون بيقول لك لا لا لا، هون لما بيتكلم بيرد على الشيعة بيغير جلده، بيقول لك لا لا، في أصلا في بين العلماء خلاف في قضية قبول إسلام الصبي، أنه لا يكتفى بالإسلام الفطري، لاحظ، لأنه هو أصلا الفطرة مختلفة على أقوال، منهم من يقول الفطرة هنا أصل الخلقة، منهم من يقول هي الفطرة ما يقول إليه الإنسان من شقاء أو سعادة في الجنة أو في النار في الآخرة، لكن هناك ابن تيمية لا 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 رد، قال لا ما في خلاف بين السلف في تفسير الفطرة بالإسلام وكذا إلى هنا، لا لا صار في خلاف، لا أصل بتقول لي انه هو كان في مقام، هذا اجابه انه كان في مقام المناظره، ايه طيب هون الرازي ايضا في مقام انا كما ساشرح المره القادمه، انه هو ايضا في مقام الدفع وليس في مقام الرفع، يعني هو يقول لك انت الذي تدعي ان احاديث الآحاد التي تفيد القطع او يكتفى فيها بالقطعيات، طيب انا اتيت بهذه الشواهد ان عمر منع ابا هريره من التحديث، فإما أن يكون هذا محق أو هذا محق، فإذا كان الأول محق طعن في الثاني والعكس صحيح، أجب
هو عم يجيب لك انه هذا يعني ما بنروح لبعيد انه وهذا وهذا منع عمر من التحديث او منع عمر لابي هريره من التحديث، هذا ثابت في عهد عمر وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يقول لك طيب هذا المنع لماذا؟ اذا كان ابو هريره صادق فاذا منع عمر له من التحديث فهذا طعن في عون عمر، واذا كان فعلا له حق معه حق ان سيدنا عمر يمنع ابا هريره فان ابا هريره اذا مطعون فيه او مطعون في صدقه مثلا. هو ما قال انه مطعون في صدقه لكن قال لك متهم، يعني هو يريد ان يقول لك ها انت الان بين خيارين، كيف عم تقول لي انه احاديث الاحد تفيد القطع والإذا إذا الصحابة الذين هم يرون هذه الأحاديث حصل بينهم هذه المناوشة، هو الآن في مقام الدفع، والدفع كما سنتكلم الذي في مقام الدفع أو الاعتراض والمعترض لا مذهب له، أنه أنا لما أريد أن أدفع أو أعترض عليك أنت كسائل، تعرف هذه في علم وجاد المناظرة، أنت سائل مثلا وأنا معترض، أنت أنا 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 سائل وأنت مجيب، يعني أنا إذا كنت معترض أو سائل أعترض عليك بما أشاء، ليس بالضرورة أن أعترض عليك بما هو من مذهبي. هنا أيضا الرازي حينما يعترض هنا لا يتقيد بمذهبه وهو أنه عدالة الصحابة، لا، هو يبين لك هذه الاعتراضات وأنت أجب عنها بس، وهذا سنشرحه في المجلس القادم. لاحظوا أنا فقط سأوثق لكم كيف يحتج بقول أبي هريرة ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، لاحظوا يقول هنا سمع هنا يحتج هنا بحديث الشيخين في قضية القضاء والقدر ضد المعتزلة الذين ينكرون، لاحظ احتج آدم وموسى قال يا آدم أنت أبونا وخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى استضاك الله بكلامي وخطرك التوراة بيدي فتلوني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. لاحظ بيقول لك فإن قيل، بيقول لك أول شيء هو هذا الخبر مروي بطرق مختلفة فيها زيادات ونقصانات، بيقول لك الاعتراض عليه، بيقول لك فإن قيل هذا الحديث ضعيف وبيانه من وجوه، بيسرد هذه الوجوه وبيقول لك أنه هذا اصلا هو ايضا انه قيل انه هذا يقبل التاويل، طبعا هذا راح اخصص له مجلس لوحده، لكن شو بيقول لك بالاخير فهذه جمله كلام المعتزله على استدلالات اصحابنا بهذا الخبر. والجواب اما قوله روايه ابي هريره مضطربه في هذا الخبر، قلنا جميع الروايات مجتمعه على التعليل بتقدير الله، ودليلنا هو هذا القدر المشترك، يعني حتى لو اختلفت الفاظ هذه الاحاديث ما فيكم تطعنوا فيها انتم لانه كلها مشتمله على انه تعلل قدر الله. لاحظ وهون بيجيب لك بقيه بقى الطعونات، لاحظ انت بقى في بيجيب لك ايضا دائما بيستدل لك باحاديث عن ابي هريره، لاحظ في قضيه القدر، يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقي، لاحظ كل هذه عمال يستدل بها، وايضا هنا لاحظ ايضا هنا يحتج بها، لاحظ عن ابي هريره رضي الله عنه كثير في لاحظ إذا كان هو عنده ولو كان عنده كاذبا كان احتج به أو كان دافع عن ضعف حديثه، لاحظتم كل يروي عن أبي هريرة. أما قضية هذا فقط سنعرج على أول شيء ذكره هنا أنه بيقول لك هو أنه طعن فيه هو ضربه لأنه كان لاحظ هذا هو كلامه، هذا هو كلامه اللي أنت عم تقول تامه بالكذب، ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة عن الرواية وعلى بالدرة. فنقول لاحظ أن وجه الدلالة من هذا أبو هريرة إن كان صادقا في تلك الروايات التي يرويها عن رسول الله صار عمر مطعونا فيه لأنه منعه من التحديث بسبب ذلك المنع، وإن كان متهما فقد صار أبو هريرة مطعونا فيه. بيقول لك هذا من باب إيش؟ من باب الدفع لهذه لمن يتمسك بالحديث الأحاد في القطعيات، لا يجوز، لاحظ أبي لك لا يجوز التمسك بإقبال الأحاد في اليقينيات، وهذا قاله مثله الخطيب بغدادي أريك إياه ونقتل. لاحظ باب ذكر ما يقبل فيه، هذا في الكفاية في علم الرياضة، باب ذكر ما يقبل فيه الخبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر واحد، لا يقبل، لاحظ قال لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، نفس الذي قاله هنا، لاحظ نفسه الذي قاله هنا الرازي هنا في المطالب العالية، لاحظ هذا هنا
لحظة، لاحظ هذا نفس الكلام، أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد في اليقينيات. لاحظ هون هو في المحصول، فأصلا هو أسرد كل هذا، بعدين إيش قال؟ إن آيات، لاحظ هنا ماذا قال في المحصول، وهذه سبق أن أتيت بها بعد مناقشات طويلة، وبعد أن أتى بمعظم ما جاء به في هنا في المطالب العالية من هذه الشبه لمن لا يحتج بخبر الأحد أصلا، يعني أتى بها هناك على أنها أن خبر أحد ليس بحجة، بدليل أنه هذه الصحابة ردوا على بعضهم أو اتهموا بعضهم أو كذا إلى آخره. شوف بعدين شو إيش قال لك بعد ما صار ردك، كله اعلم أن اعتماد أصحابه في هذا الباب على حجة واحدة، وأن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال أصحابه وبراءتهم من المطاعن، وإذا كان كذلك وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم. لاحظ أنه نحن متمسكين الآن بالقرآن على سلامة أحوالهم إلى أن يأتي دليل قاطع. طيب هذه المطاعن إيش هي؟ هل يعتبرها دليل قاطع؟ بيقول لك أجاب عنها بجملة واحدة، وأما هذه المطاعن التي ذكرتموها كلها لاحظ، فمروية بالآحاد، فإن فسدت رواية الآحاد فسدت هذه المطاعن، لأن هذه المطاعن مروية بخبر الآحاد. هذا جواب للشيخ الحمادي، يقول لك شوف كيف الرازي يأتي بروايات ضعيفة ومتهالكة ليطعن بالأحاديث الصحيحة أو بحجية السنة أو بكذا أو بكذا. لا، هو بيقول لك أصلا إذا كانت، أقول لك أنت ماذا تقول أيها الآتي بهذه المطاعن؟ هل تقول بأن أحاديث الآحاد فاسدة أم صحيحة؟ هو بيقول لك لا، هذا الذي يأتي بهذه المطاعن أنه لا، بيقول لك أحاديث الآحاد فاسدة، لأنه أتى بهذه المطاعن ليفسد أحاديث الآحاد أو ليقول بأنها ليست بحجة. قال لك إيه طيب، هذه الآحاد فسدت هذه المطاعن، لأن هذه المطاعن كلها مروية على طريق الآحاد. وإن صحت هذه المطاعن أو وإن صحت رواية الآحاد فسدت هذه المطاعن، لأنه خلاص، لأنه أنت عم بتقول إنه أحاديث الآحاد حجة بدليل إنك عم تحتج بهذه الآحاد. لاحظ، فعلى كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة، فيبقى الأصل الذي ذكرناه سليما، وهو إنه أن آيات الصحابة القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة. لاحظ، وين عم بتقول لي يطعن بأبي هريرة ويطعن في الصحابة ويطعن يغسلها ثلاثا؟ قال ابن عباس كالمنكر لقوله فما تصنع بمهر أستا. هذه إن لكم هذا غلط بمهراسكم، يعني هذه فضيعة، يعني لا أعرف كيف يصنع بمهراسكم هذا، وهذه عملنا لكم عليها حلقة سابقة، مش بمهر أستا، هي صحيح مكتوبة هي هكذا في الـ لكن هذا خطأ من المحقق هذا أحمد حجاجي السقا. مهر أستا الإست هو الدبر، يعني يصنع، ماذا تصنع بمهر الإست، يعني صار لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هنا بعدين سيأتي بقضية أنه منعه من الرواية. فقط نسمعكم مقاطع منها لأنه رددنا عليها. وثالثها ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة عن الرواية وعلاه بالدرة، يعني راز علاه بالدرة، بقى الدرة بقى اللي هي الدرر اللي أنت عم تتكلم فيها، لا الدرر الجواهر، يعني يستدل بهذا الأثر بأن أبا هريرة يكذب. والله ما حصل هذا، لك موقف مع الرازي يوم القيامة، انت بتقول للرازي موقف مع أبي هريرة، أبو هريرة قصبه، إذا كان افترى عليه، والآن يسرد الشبهات ليدفع خبر الواحد، وليس يطعن في عدالة الصحابي، ليدفع خبر الواحد في اليقينيات، وليس، وهذا قلنا لك صرح بعدالة الصحابي كلهم، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى عنه ورد وذب عنه ورد على من ضعف حديثه. فقط نسمعكم وأن عمر يضربه لأنه لا يؤمن بعلم الحديث، مع هذه الأحاديث وعرف ما هو السبب، طعن في عدالة الصحابة. طبعا لا أستطيع أن أعلق الآن على إذ راجع كتاب التفسير تلك الروايات. لاحظ إخواني، يعني لا يذهب يمين أو يسرى، بل يصرح يعني الرازي بأنه يطعن في أبي هريرة.
والله ما عصى هذا. طيب في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.